يقول هل صلى الله عليه وسلم تعتبر صيغة من صيغ الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويشمله هذا الفضل؟ أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه أصحابه، فإنهم قالوا عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء صيغ أخرى مقاربة لهذه الصيغة، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وكل هذه الصيغة تحقق المطلوب على وجه الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه. وأما المجزئ فيما يتصل بالصلاة عليه في الصلاة على القول بركنيتها كما هو مذهب الشافعي أو وجوبها كما هو رواية في مذهب الإمام أحمد، فإن يكفي أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الأكمل هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإنه إذا قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فالضمير معروف أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتقدم له ذكر. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم.